لقد وضع تقرير الأمم المتحدة للحكومات الإلكترونية عام 2016 لبنان في المركز 73 من أصل 193 دولة، متقدما بذلك 16 مركزا عن عام 2014 إذا كان في المرتبة 89. وفي حين شكل العامل البشري المعيار الأبرز بهكذا تصنيف، لفت تقرير الأمم المتحدة إلى أن نسبة المشاركة الإلكترونية في لبنان ما زالت في مستوى متوسط. على خط آخر، مبارح اقتصادنا يخلق 3000 فرصة عمل سنوياً بدل حوالي 30,000 المطلوبة. هذا من جهة. من جهة أخرى، يمضي المواطن اللبناني معدل 7 أيام سنوياً في تحضير المعاملات الإدارية. هذه 7 أيام غير منتجة. تستطيع الإدارات العامة زيادة مداخلها بحوالي 750 مليون دولار لو أدخلت الحكومة الرقمية إلى كافة إدارات الدولة. إن أهم ما تحقق اليوم هو القفزة النوعية التي أنجزت في وزارة الصحة بالتعاون مع السفارة الأمريكية في بيروت وجمعية لبنانيون مشكورين. وما تم اليوم هو استكمال لما كانت الوزارة بدأته من ناحية تبسيط الإجراءات الإدارية ومدنتها، ما سهل القيام بهذه النقلة النوعية وإضافة خدمات رقمية جديدة مثل بلغ الصحة والمعاملات الداخلية المبسطة عبر الشباك الموحد والربط مع الجهات الضامنة الأخرى في السابق ومع الجمارك. وهناك الكثير من الخدمات والتطبيقات الرقمية التي ستطلق في المستقبل. لذلك وابتداء من الغد سيتمكن الكثير من اللبنانيين من الحصول على خدمات من وزارة الصحة العامة من بيوتهم أو من مكاتبهم ولاحقاً من مكاتب بون بوست من دون الاضطرار إلى تنقل ووقوع ضحايا الازدحام المروري الخانق أو تسليمه أو التوقف عن العمل. فيما تتابع وزارة الصحة العامة معهم إلكترونياً مجرى المعاملات وتقوم بتبليغهم الخطوات اللاحقة دون معاناة. فحيث حللنا سيكون هناك تطوير في الخدمات الرقمية التزاما منا بتعزيز الشفافية وتطوير أداء الدولة وخدمة المواطن في مجتمع رقمي متطور. عسى أن تكون هذه الخطوة التشاركية اليوم بيننا فاتحة للمزيد من التعاون في سبيل صحة المواطن وتسهيل خدماته وفي سبيل زيادة الخدمات الرقمية في الدولة اللبنانية ووزاراتنا من جهة وتسهيل عمل المواطن وخدمته بشكل أفضل من جهة أخرى، ما ينصب ضمن هدف اللبنانيون الأساس وهو قيام مجتمع أفضل للإنسان من خلال Thanks to your efforts to ensure accessibility to medical services, citizens from all over will be able to communicate electronically and efficiently with the Ministry of Public Health via its website. No longer will it be necessary for citizens to travel from remote areas to submit paper-based health service forms and applications. عشان يفرجي الناس كيف التطبيق شو هو يشرح عنه، وأكيد حيكون بعد في كتير ندوات ويعني ميديا أكيد بهذا الموضوع بتلعب دورة، حيكون في بيلبورد أطرقات، حنستعمل كل الوسائل المتاحة الإعلامية لقد ما فينا بتيح للمواطن السهولة والسرعة بتقديم خدماته على المنصة. هذا الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة. كل مواطن يكون عنده ملف صحي إلكتروني استباقي أو
دور المرأة في الحياة السياسية. فالجمعية آمنت وصولا إلى القطاع الصحي حيث كانت متعددة. كان أبرزها لتبسيط الإجراءات في اعتماد الهواتف الذكية لاعتماد الشباك الموحد للمعاملات وغيرها من المشاريع الثانية يلي كلها أمور المواطنين. بحب أذكر هون إنه بتقرير معاينة الوزارة أكثر من 100 معاملة تم إعلانتها حاليا فيها جميع المعلومات يلي مطلوبة من المواطنين. طبعا بس نفوت بعد ما يعبي كل هالمعلومات تريننج. اول شيء حيبلش بقلب وزارة الصحة وبعدين حيكون في